بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 6 حول درس التناسبية لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2019-2020. تحقق من أن الأعداد العشرية النسبية 12 30 ناقص 2 وناقص 5 تكون في هذا الترتيب تناسبا. يلا أنقل التمرين في دفتر التمارين ثم أنجزه في دفتر البحث. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. صافي انتهيت؟ يلا سنبدأ الآن عملية تصحيح. الجواب لنتحقق أو لنتأكد من أن الأعداد 12 و30 وناقص 2 وناقص 5 تكون في هذا الترتيب تناسبا. قبل الإجابة على هذا السؤال سوف نتذكر متى تكون الأعداد A و B و C و D في هذا الترتيب تناسبا. يلا متى تكون الأعداد A و B و C و D في هذا الترتيب تناسبا؟ نعم، الأعداد A و B و C و D تكون في هذا الترتيب تناسبا إذا كان العددان A و B كيف هما بالنسبة ل C و D؟ نعم، متناسبان مع C و D. بمعنى ماذا بطريقة رياضية؟ نعم، بمعنى أن A على C تساوي B على D. إذن الأعداد التي لدينا هنا A و B و C و D تكون في الترتيب تناسبا إذا كان A على C الأول على الثالث. غادي نلونهم لك هنا، A على C يساوي B على D. إلا جاتك صعيبة هذه كاينة طريقة أخرى أسهل، تتقول إذا كان A في D يساوي B في C، أو A في D يساوي B في C. يعني تتشوف هذه الأعداد الأربعة A في D الأول في الأخير، هذو اللي جاو مطرفين هنا، هذا اللي جا في هذا الطرف وهذا اللي جا في هذا الطرف. إذن A و D تتاخذ الجداء ديالهم وتتقارنوا بداك الجداء ديال دوك اللي كاينين في الوسط B و C. A في D تقارنه مع B و في C. إذا كانوا متساويين فإن الأعداد A و B و C و D تكون في الترتيب تناسبا، ولا كانوا مختلفين فإن الأعداد لا تكون في هذا الترتيب تناسبا. أولا استعمل هذه A على C تساوي B على D، ولكن من الأحسن تمر من هذه المرحلة، بتجيك سهلة، تقول إذا كان A و B العدد الأول مع التالي متناسبا مع C و D وتطبق القاعدة دي. متفقين؟ أنا هذه المرة غادي نختار هذا الجداء، هو السهل هنا، نحسب الأول في الأخراني ونعاود نقارنو مع دوك الجوج اللي كاينين في الوسط. إذا سنبدأ بهذه العملية، عندنا هاو ما غادي نحسب هذا في هذا 12 في ناقص 5 تساوي ناقص 60، و نعاود نمشي نحسب تاني هذا في هذا 30 في ناقص 2
تا هو لقيتو تساوي ناقص 60. إذا هذين الجدائين كيف هما؟ نعم متساويين. عيد 12 في ناقص 5 تساوي 30 في ناقص 2. إذا تحقق الشرط، نتيجة اثناشر وثلاثون وناقص اثنان وناقص خمسة تكون في هذا الترتيب تناسبا. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج زيتون مراكش. إلى اللقاء.